انا ما بيصعب عليا الفتره دي غير اللي هو الكائن البرشلوني الكيوت اللي هو فاهم ان احنا هنخش في الماركاتو الجاي هنجيب نيمار وهنجيب لوتارو وهنخلص من فيدال وهنخلص من راكيتيتش والفرقه هتنضف يابا. اللي هو يا اسطى احنا بنفلس يا اسطى، يا اسطى النادي بيفلس اساسا، النادي مش عارف هيعمل ايه الفتره الحاليه ومش عارف هيعمل ايه اساسا مرحله ما بعد الوباء، وسته من مجلس الاداره استقالوا وسايبين بارتيمو قاعدين كلهم يقولوا له اعمل انتخابات جديده، انت هتفلس النادي وفي الاخر تقول لي هنجيب نيمار ولوتارو؟ يا اسطى انت عايش في بحر الغاب والله. بسم الله الرحمن الرحيم، بما ان الواحد يعني ما بيطلبش منك لا لايك ولا سبسكرايب ولا اي حاجه، يعني خليك كده جنتلمان وكمل معايا على الاقل نص الفيديو او كمل الفيديو الاخر ده لو فاضي وما وراكش اي حاجه. بص بقى يا معلم، في يوم من الايام كنا احنا نادي كبير من انديه اوروبا بنفس على دوري ابطال اوروبا والكلام الحلو ده، لحد ما ربنا كرمنا ولبسنا خوزيه ماريا بارتيمو، الراجل بسم الله ما شاء الله كل فكرته عن الحياه ان هو يجيب شويه فلوس للنادي وبعد كده يجيب مدير رياضه زي اريك ابيدال ويقعدوا هما الاثنين يشوفوا في اللعيبه السيئه وفي المدرب السيء ويجمعوهم في برشلونه وهناخد بيهم دوري ابطال اوروبا. اللي هو يا اسطى ازاي؟ طيب يعني انت بتنايل ليه وبتهب بيه؟ مفيش، كل حاجه ماشيه في برشلونه كده، تلاقيهم يروحوا يجيبوا في جونيور فيربو توديبو اي حد معدي كده ما تعرفش هو جاي النادي يهب بيه، بس عادي باولينو يعدي قشطه، برنس بواتنج يعدي، الحياه كانت شغاله بالنسبه لهم زي الفل، شويه هبدات غير طبيعيه في الصفقات وصفقات فاشله ومدرب زي ارنوس فالفيردي. ارنوس فالفيردي اللي بالمناسبه كان مدرب كيوت، اللي هو انت تعرف ان المدرب كالعاده بيطلع اخر السنه يقول للاداره انا عايز لعيبه، برشلونه بقى ممنوع، ما ينفعش ان المدرب يطلع على الاداره، ما بيحبوش المدربين يتكلموا في الحاجات دي. عايز تتكلم في صفقات معروفه، بارتيمو واريك ابيدال عبقره وهيطلعوا لك الزبد اللي في السوق، شوف انت عايز ايه وهم هيجيبوا لك حاجه انت ما تتخيلهاش. فالحمد لله كنا بنشوف ان احنا بنلعب اداء سيء وسايبين الفرقه كلها على ميسي وعلى مارك اندريه تير شتيجن، والحاله كانت شغاله لحد ما اداره بارتيمو شافت ان احنا قربنا على الانتخابات لازم نشيل فالفيردي ولازم نعمل اي حاجه كده للفرقه تغطي الفشل اللي احنا كنا فيه، احنا عمالين نطلع من دوري ابطال اوروبا وبالنسبه لنا حلم ان احنا ناخد دوري ابطال اوروبا، ويعني احنا كده كده عاطين تارجت في الخفاء ان احنا عايزين دوري وعايزين كاس، انما دوري ابطال اوروبا دور 8 او دور 4 هيبقى بالنسبه لكم زي الفل، انما جمهور برشلونه ما بيرضاش بالكلام ده، جمهور برشلونه عايز ياخد كل حاجه كاننا لسه عايشين في عصر بيب جوارديولا او عصر كمان انريكي، يعني تخيل انريكي اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو ميكانيكي بقى في يوم من الايام من احسن مدربين برشلونه، علشان احنا شفنا فالفيردي وبعد كده جيك 60، جيك 60 اللي بالمناسبه يعني انا ممكن اكون فرحت له اول ماتش اللي هو كان نفسي اشوف اي حد مكان فالفيردي، انما بعد كده عرفت ان الراجل ده ابيض يا ورد والراجل ده اطيب بكتير من ان هو يقعد على دكه بدلاء برشلونه، فالفيردي اللعيبه كانت بتحبه، انما الراجل البركه ده من اول اسبوع باين اللعيبه مش طايقاه وباين ان هو سايب كل حاجه لسرابيا المساعد بتاعه والدنيا بالنسبه له ضايعه خالص، ومجلس الاداره الناحيه الثانيه بيحارب اللعيبه وبينشر حاجات عن اللعيبه وبيكلم الصحفيين اصدقاء المجلس اللي هم يا جماعه انشروا الفضائح اللي اللعيبه دي بتعملها في اوضه الملابس، ملاعب برشلونه برده مش ملايكه في اوضه اللبس، لعيبه برشلونه عباره عن جبابره في اوضه غلاء الملابس، يعني بوسكيتس وبيكيه وميسي ليهم وجه تاني في غرف الملابس غير وجههم اللي جوه الملعب، فكل حاجه برشلونه زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله عك في عك وهري في هري ومجلس اداره عمال يروح وعمال يجي، وفي الاخر ناس تقول لك اوباميانج صفقه في الصيف وهنجيب كمان عليه نيمار اللي هو كده كده احنا اي حاجه في اي حته هنجيب نيمار، اللي هو يا اسطى انت عندك مشاكل دفاعيه هجيب نيمار، هي طالبه معايا هجيب نيمار، يعني هجيب نيمار طيب هنجيب نيمار بقى فلوس؟ ما هو احنا عندنا مشكله من بعد موضوع الوباء ان النادي قرر ان هو هيخفض 70% من مرتبات اللعيبه، وبعد كده اللعيبه طلعوا قالوا ما عندناش اي مشكله، بس مع ذلك كانت ثلاث ارباع التقارير الاسبانيه اللي بتيجي من اسبانيا بتقول ان اللعيبه عندهم مشاكل في موضوع ان هم يتم تخفيض رواتبهم. ما انا عايز اقول لك حاجه مهمه، ان لعيب ان برشلونه بتصرف 630 مليون على اللعيبه جوه النادي مرتباتهم، تخيل بقى فريق الكوره بيتصرف عليه كام؟ هو 507 مليون، 507 من 600 والباقي كله رايح للفرق الثانيه اللي هو 120 او 130 مليون رايح لفرق السله واليد والباقي كله رايح لفرقه كره القدم، فقال لك احنا نخصم من مين؟ مين اللي بياخد الفلوس الكتير؟ قال لك هم لعيبه الفريق، كده كده ما عندناش اي علاقات حلوه معاهم، ميسي خبط في بيدال والموضوع كان ضايع خالص، فقال لك نخصم من اللعيبه، ميسي طلع بالبيان بتاعه اللي هو احنا كده كده كنا ناويين نعمل كده، بس كنا عايزين ان هي تيجي مننا ما تجيش منكم، اللي هو احنا كده كده مش طايقينكم، ويطلع كلام. بما ان القائد كتب البوست ده على انستجرام فطبيعي ان اللعيبه كلها تاخد البوست كوبي بيست وتنشره على صفحاتها، ده الطبيعي والمعروف في عالم كره القدم،
تخيل بقى ميسي هو اللي كاتب الكلام ده، فاللعيبه كانوا بتنشر وبتلاقي ردود افعال ايجابيه من اساتذه برشلونه، والناس بتقول لهم يا جماعه احنا فخورين بيكم، اذا كان تشافي او انيستا او كنا بنسمع اسامي كتير زي رونالد كومان والناس القديمه اللي كانت في الاجيال، كانوا بتقول لهم يا جماعه احنا بندعمكم واحنا واثقين فيكم واحنا متنبئين بيكم خير، وانتوا جيل كويس مش لازم تكونوا جيل عظيم زي الجيل اللي فات. بنتكلم على ان الموضوع كده كويس والناس بتدعم اللعيبه. ما هو المشكله انك في برشلونه لو دعمت اللعيبه هتبقى انت ضد بارتيمو. بارتيمو الناحيه التانيه كان بيعمل ايه؟ بارتيمو قبل موضوع الازمه وقبل التوقف الدوري كان متعاقد مع شركه اسمها فيتشرز 3، كانت كل الفكره بتاعتها ان هي بتخش كطرف ثالث في الخناقه. بارتيمو بيتخانق مع اللعيبه، هي تخش تشتم في اللعيبه، الصفحات بتاعتها على السوشيال ميديا، حسابات فيك، حسابات على تويتر يطلعوا يشتموا في اللعيبه، والرموز بتاع النادي زي بيب جوارديولا وكل الناس اللي كنت بكلمك عنهم بيقولوا وتشافي ونيستا وكل الناس اللي بتدعم اللعيبه يطلعوا يشتموا فيها ويطلعوا يتكلموا على ان انتوا مكرفينين من بارتيمو، بارتيمو معلم عليكم وانتوا غرانين منه وبارتيمو ده شبيح. والمهم ان بارتيمو قال لك خلاص نفسخ عقد الشركه دي، وبعد كده اكتشفوا حاجه مهمه ان بارتيمو لسه بيسدد للشركه اقساط من التعاقد بتاعهم، اللي هو يا اسطى انت مش لغيت التعاقد معاهم ازاي بتسدد لهم اقساط؟ اصل انت بتشتغلنا عم بارتيمو. قالوا له بس انت الموضوع باين وفي فساد مالي وفي الكلام ده، فالاثنين نواب بتوعه راحوا مستقلين واربعه من مجلس الاداره راحوا مستقلين. يخش بقى فيكتور فونت راجل مرشح رئاسي قالك بصوا احنا النادي رايح لموضوع ان احنا هنفلس يا جماعه، احنا بنفلس، احنا كده كده كنا نخش في موضوع اللعب المالي النظيف قبل الازمه اللي احنا فيها، عشان احنا ما بناخدش بطولات كبيره ما بنغطيش على المرتبات الكبيره قوي اللي احنا بندفعها، فالموضوع بالنسبه لنا كان ضايع. ما بالك دلوقتي بقى ان احنا مشروع بارتيمو الرئيسي لسه ما اتعملش الا وهو تطوير الكامب نو. تخيل بقى بارتيمو لو قفل الكامب نو سنه او سنتين علشان خاطر يعمل مشروع توسيع الكامب نو اللي في خياله، النادي هيفلس حرفيا، لان كامب نو مش موضوع تذاكر بس بتتباع في الماتشات، كامب نو بالنسبه لبرشلونه هو بازار سياحي، هنا لاعب ميسي، هنا لاعب كرويف، هنا لاعب مارادونا، والناس بتحب تشوف الكلام ده زي الفل. فالموضوع بالنسبه لكامب نو مش ملعب بيجيب ايرادات بس في الماتشات، الكامب نو هو حاجه منطقه سياحيه جوه اقليم كاتالونيا بيجيب فلوس بالهبل لمجلس اداره برشلونه. لو هم بقى قفلوه سنه او اتنين زي ما قلت لك هنفلس، وفي الاخر طلع تقول لي هنجيب نيمار وهنجيب يا اسطى انت بتحلم يا اسطى، احنا داخلين في حاره سد وانت متفائل فشخ ان احنا نخش الماركاتو نخلص على اي حد، اللي هو حبيبي اساسا بعد الموضوع اللي احنا فيه ما يخلص ولو بقى يعدي على خير ان شاء الله هنلاقي ان ثلاث ارباع الانديه بتقرب لموضوع ان هي هتفلس، فمش هيفكروا ان هم يبيعوا اللعيبه بتاعتهم. يعني لو انت فاهم ان انتر ميلان هيبيع لك لوتارو يقول لك خده كده واحنا هناخد الفلوس بتاعته ونعرف نشتري لعيب، فانت فاهم غلط خالص، الموضوع هيتغير 360 درجه من قبل الوباء لبعد الوباء. فلو انت فاهم ان احنا نخش الماركاتو بصدر كبير كده فلا لا لا تدخل غلط، احنا مش كده خالص، ده احنا دلوقتي بارتيمو بيتم الضغط عليه ان انت يا عمي اعمل انتخابات خلاص، الموضوع بالنسبه لك ضايع. انت فكره ان انت تفكر تترشح، شوف سبحان الله كنت لسه عامل فيديو عليه من شهر ان هو لو ترشح ممكن يكسب دلوقتي بعد موضوع التعاملات بتاعته في الوباء، الراجل بسم الله ما شاء الله خربها خالص، ففكره ان هو يبقى عنده فرص مستقبليه للمكسب تلاشت تماما. السباق دلوقتي كله بقى بين فيكتور فونت وبقى بين خوان لابورت اللي فجاه كده لقى ان اللعيبه القدامى اللي هو اساسا كان عامل بيهم جيل عظيم مع برشلونه وقفوا ناحيه فيكتور فونت، اللي هو يا ابني انا مش مطلعكوا يا ابني، فجاه كده بعتوني ومسكتوا فونت. فكل حاجه عندنا في النادي زي الزفت، وزي ما قلت لك مفيش حد بريء، اللعيبه برده مش ابرياء. يحسب على حاجه عاوز اقولها لك في الموضوع ده، ما تتخيلش ان ميسي بريء، وما تتخيلش ان ميسي ما كانش ليه يد في اي حاجه حصلت اخر ثلاث سنين، لان ميسي كان من الناس المعروف ان هو مرتاح بنسبه استمرار الونسو نصف فالفيردي، فميسي الموضوع بالنسبه له كان عادي ان فالفيردي يكمل، وميسي زعل جدا ان فالفيردي مشي، وميسي كان عنده ولاء غير طبيعي لالونسو فالفيردي، فميسي ما تقدرش تقول عليه ان هو اتظلم، وان اداره برشلونه ما عرفش يستغله، لان ميسي كان راضي على الحاله اللي الفرقه فيه، كان راضي على التعاقدات، كان راضي على ان هم عايزين نكمل ام اس ان باي طريقه عشان خاطر انا بحب نيمار، وانا شايف ان نيمار هيكمل معايا زي ما كنت كمان شايف ان بيكيه وبوسكيتس قادرين ان هم يلعبوا وقادرين يكملوا. فميسي برؤيته الضبابيه جوه الملعب وجوه الفرقه ورؤيته الحبوبه للعيبه زمايله كان هيغرقنا، فما فيش حد فيهم بريء، هي المنظومه كلها منظومه فاشله. فلو انت شايف ان ميسي هو الكيوت اللي في المنظومه فحضرتك غلطان، ميسي برضه واحد من الناس اللي بيشارك في الازمه اللي احنا فيها دلوقتي، ميسي بيشارك في ازمه ان الجيل بتاع الفرقه كبر ومفيش اي حاجه بتقول ان الاداره الحاليه هتقدر ان هي تعوض الجيل اللي موجود بلعيبه سوبر، لان زي ما احنا شايفين في الميركاتو كميه الميركاتو كميه
الفترات الانتقالات اللي عدت على مجلس اداره بارتيمو وكميه الصفقات الفاشله بتقول يا جماعه ان احنا مش هنعرف نظبط الفرقه بعد الايام دي ما تبطل. فانت متخيل ايه؟ بص يا اسطى، انا عارف انك مش هتعمل لايك وسبسكرايب، بس يعني لو انت فكرت ان انا تعبت قد ايه في موضوع الماركاتو. والله انا ما بيصعب عليا الفتره دي غير اللي هو الكائن البرشلوني الكيوت اللي هو فاهم ان احنا هنخش في الماركاتو الجاي هنجيب نيمار وهنجيب لوتارو وهنخلص من فيدال وهنخلص من راكيتيتش والفرقه هتنضف يابا. اللي هو يا اسطى احنا بنفلس يا اسطى، يا اسطى النادي بيفلس اساسا، النادي مش عارف هيعمل ايه الفتره الحاليه ومش عارف هيعمل ايه اساسا مرحله ما بعد الوباء، وسته من مجلس الاداره استقالوا وسايبين بارتيمو قاعدين كلهم يقولوا له اعمل انتخابات جديده انت هت